اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين وعندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، فاكيد محضرين مفاجاه ولكن من المغرب. المغرب بتستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي وكايزر تشيفز، واكيد في استعدادات جاريه خلال اخر حوالي اسبوعين تحضيرا لهذه المباراه. لذلك اطير مباشره عبر السكايب مع الزميل الصحفي والاعلامي الشهير الاستاذ منعم بالمقدم، الناقد الرياضي المغربي. استاذ منعم، برحب بيك في البدايه وبسعد بوجودك دايما معانا عبر شاشة قناة الأهلي. هي سعادة متبادلة زميلي محمد، تحية لك وإلى كل القائمين والمشرفين على القناة الأهلي. مرحبا بكم داخل المغرب، ومجددا كلما حللت ضيفا بينكم إلا ويكون سعيدا وفخورا جدا. ومرة أخرى أجدد ترحابي بك وبالوفد الأهلي هنا بالدار البيضاء من أجل نهائي دوري أبطال أفريقيا. طالما الفاينل في المغرب والاهلي حاضر في المغرب وعايزين نعرف كل التفاصيل، مش هنجد افضل من الزميل الاعلامي منعم بالمقدم. اخر الاخبار عندك واخر الاجراءات، وبنتكلم عن سر البطوله العاشره، وانت عندك تفاصيل وكواليس ومتابع دايما للشان الاهلاوي خلال السنوات الاخيره. زميلي محمد، كي لا اخفيك سرا على ان الترتيبات ربما تغيرت راسا على عقب 180 درجه مئويه، على اساس ان كل التخمينات والترشيحات كانت تصب في اتجاه نهائي عربي خالص، سواء بتحول تأهل الترجي او الاهلي تحديدا مع فريق الوداد. النهائي الذي كان تقرر بالمغرب قبل 3 أشهر في تنفيذية دار السلام بتنزانيا ربما فقد احد اضلعه او ارقامه البارزه من اجل انجاحه، وهو الوداد البيضاوي. لكن لا يمكن تجاهل قيمه كرويه وهرم كروي او فريق القرن من حجم الاهلي، لا يمكن ان يفسد هذا للود قضيه او لهذا العرس الاحتفاليه. لذلك كل الترتيبات تجرى على قدم وساق. اللجنة المنظمة سيجت محيط ملعب محمد الخامس مسرح المواجهة، الفقاعة الطبية جاهزة، كافة الترتيبات اللوجستيكية تم ضبطها، الفار سيكون حاضرا قبل 48 ساعة من المواجهة وليس 24 ساعة، يعني أدق التفاصيل من أجل مرور نهائي سيكون استثنائيا. أولا كونه سيجرى ثاني بلد محايد بعد القاهرة النسخة السابقة، وأيضا لكونه سيشهد فاصل الأشواط الإضافية لأول مرة، يعني بعد فترة التمديد سيكون هناك فاصل إضافي من الأشواط المضافة في 30 دقيقة. كافة الترتيبات والأمور محسومة على أن الجمهور لن يكون حاضرا لغاية الأسف، على اعتبار تطور الوضع الوبائي هنا بالمغرب، ارتفاع أرقام إصابة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة تشهد منحنى مرتفع بشكل كبير، وتحديدا في الدار البيضاء التي سجلت يوم أمس حوالي 1100 حالة. هذا لم يحدث منذ عام تقريبا زميلي محمد، لكن الأمور متحكم فيها. الأهلي وصل، كايزر تشيفز يحل قريبا، الطاقم التحكيمي أيضا، اللجنة المنظمة، جهاز الكاف سيحل من أجل تنفيذها، ستعقد في مجمع محمد السادس، ولا مجال لذرة واحدة من أدق التفاصيل التي سيجرى التحكم فيها ليكون النهائي ناجحا وبكل المقاييس. هذا لا يساوي لك في شك. اتحاد الكرة المغربية ينسق مع جهاز الكونفدرالية الإفريقية واللجنة المنظمة كي تمر كل الأمور بما يوازي قيمة المسابقة الأرفع والأجود على المستوى القاري الخاصة بالأندية. طيب زميلي منعم، انت قلت نقطة مهمة جدا، قلت الإجراءات كانت هتختلف لو كان الوداد موجود في الفاينل. صحيح. الإجراءات كانت في إيه؟ يعني كان ممكن إيه اللي نشوفه في نهاية دوري الأبطال لو كانت المواجهة الأهلي والوداد، عن الإجراءات الحالية لما كانت الوقت المواجهة المنتظرة يوم السبت الأهلي وكايزر تشيفز؟ أنا لا أود أن أسقط في فخ لأقول لك بأن كان هناك توجه لحضور الجمهور، كان هذا الاحتمال قائما، لكن تطور الوضع الصحي مؤخرا أربك كل الحسابات. كانت ستكون احتفالية حمراء بكل المقاييس، كان الاتصال مع مسؤولين داخل جهاز الكرة وداخل نادي الوداد البيضاوي، وأقول لك كان هناك وقعدوش باري، صدمة عنيفة جدا خلفتها الهزيمة أو الإقصاء أمام كايزر تشيفز، لا أحد توقع هذا الخروج، خاصة وأنت تعلم وأنت أدق المتتبعين الذي وكبت ملف الوداد من رادس كانوا ينظرون إلى هذا النهائي على أنه سيكون محطة إنصاف أو مصالحة أو محطة ليسترجع من خلالها الوداد لقبه أو ليكرر نسخة 2017 مع الأهلي، وأنت تذكر النهائي الشهير الذي كان هنا بين الناديين الشقيقين. للأسف قدر الله ما شاء فعل. أنت تعرف أيضا على أن حين يكون ناديا يمثل بلد المحتضن تكون كافة الترتيبات مختلفة، مراسيم احتفال الجمهور سواء بالملعب أو خارج الملعب إلى غيرها من الأمور. لذلك اليوم هناك لا أقول لك تحيز، فقط هناك تعاطف كبير جدا مع نادي الاهلي منذ لحظه وصول يوم امس لمطار محمد الخامس. اولا لكونه نادي عربي يمثل بلدا وقطرا عربيا شقيقا نقدر ونحترمه والشقيقه مصر، وثانيا لتواجد لاعب مغربي وهو ضربانون، وايضا لكون المنافس، انت تعرف
أصاب جرحا غائرا في جسم الوداد وهو كايزر تشيفز، ولا أعتقد أن أحدا هنا من الجماهير المغربية إلا فئة نادرة قد تتعاطف مع هذا المنافس. طيب. الأهلي لا يحتاج تعاطفا محمد، هو المرشح الفعلي على الورق والعاشرة تنادي، ولو فعلها هذا الفريق فأنا أقول لك موتسيماني أبو صلعة سيكون هو زيدان إفريقيا الجديد، ربما الأهلي سيغازل الثالثة تواليا في أمجد الكؤوس الإفريقية بما توفر له من أرمادة ومن مجموعة هائلة ومن انضباط واستقرار وكادر تدريبي وكادر تقني، وجميع التوابل تقول بأن الأهلي مرشح فوق العادة ليظفر في الثانية وربما يتأهب حتى للثالثة محمد. يا رب إن شاء الله يا منعم. طيب الإعلام المغربي مدى اهتمامه بنهائي دوري الأبطال؟ ايضا اللجنه المنظمه للاتحاد المغربي، هل في مراسم معينه يوم المباراه؟ هل في تكريم معين بخلاف المكتب التنفيذي يوم الجمعه واجتماع رئيس الكاف مع رؤساء الاتحادات يوم السبت؟ هل في الكواليس امور اخرى بخلاف هذه الاخبار اللي اعلنت خلال الساعات الاخيره؟ انا كان الاتصال لكي استشف ما سيجري داخل الجمعيه التي ستنعقد هنا داخل الكاف قبل هذه المسابقه، وانت صاحب انفرادات وسبق ما شاء الله وملك الانفرادات من مطبخ الكاف، وربما اشرت على ان هناك سيجري تداول ملف السوبر الافريقي، السوبر الاوروبي الغي او السوبر ليج. حاليا هناك نقاش على ان هذه الفكره ستطرح فعليا، النقاش فيها والحسم بها قيل لي بانه لن يتم التصديق عليه الا في فتره لاحقه داخل تنفيذيه تلتئم فيها كافه الاطراف، لكن مساله تداولها ومناقشتها ستكون فعليا. ايضا بمناسبه مرور 25 سنه على ما اعتقد محمد على النسخه المستحدثه او النسخه الجديده، نعم ربما سيتم الاعلان على اعتقد، ربما سيتحدد مكان السوبر الافريقي، هل سيلعب بالدوحه؟ لان الرجاء كطرف تم معرفة هذا الطرف وهو يتوج أمام شبيبة القبائل في الكونفدرالية، نأمل صادقين أن يكون الأهلي وقد توج به مؤخرا أمام نهضة بركان، سيتم الحسم والفصل ما إن كانت النسخة السوبر المقبلة ستتواصل بالدوحة أم ستنقل وفق ما كان يجري سابقا صوب البلد الذي يتوج ناديه بدوري أبطال أفريقيا وهو الأهلي. أنت تذكر معي على أنه سبق النسخة الحالية أو النسخة السابقة للسوبر جدا، ربما كان الإخوان داخل الأهلي يأملون في خوضها داخل القاهرة قبل أن يتدخل الاتحاد الإفريقي، وأكد على أنه هناك اتفاق مع الاتحاد القطري المحلي، وقيل على أن نسختان. الآن قيل لي بأنه في داخل المغرب سيتم الحسم في مكان السوبر الأفريقي بين بقائه في الدوحة لآخر مرة أو نقله للقاهرة في رعاية البطل الذي يحوز دوري أبطال. ولو أنني أتمنى محمد، أتمنى وطالما أن الرجاء بلغ النهائي أو سيكون طرفا أن يلعب مرة أخرى بالدوحة كي لا يكون هناك امتياز آخر لنادي الأهلي وهو لا يحتاج هذه الامتيازات صديق. طيب منعم، السؤال بقى متعلق بتوقعاتك أنت الشخصية، العاشرة يا رب تكون بتوقيت الأهلي بإذن الله، ولا أنت متوقع إيه على المستوى الشخصي؟ إحساسك بالمباراة وانت كنت حاضر بشكل قوي للتاسعة مباراة الأهلي والزمالك، وكان عندك كده شوية تفاصيل قلتها قبل المباراة وبالفعل حصلت، فعايز أعرف منك متفائل شايف إزاي العاشرة بإذن الله وماتش السبت اللي جاي؟ أنا أتمنى صادق ولا أعتقد بأن الإخوان داخل الأهلي قد أغفلوا هذه التفصيلة على أن يكونوا قد حملوا معهم فني رقم 10 التي ترمز، وأنت تذكر معي في الموسم المنصرم قلت لك تميني محمد هي الرقم 10 لأنه رقم خاص ببيبو محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس نادي الأهلي، سيكون له دلالة خاصة، يعني رقم اللاعب الأسطوري واحد من اللاعبين المبدعين الذين مروا في سماء الكرة المصرية والعربية والإفريقية أيضا. قد سأكون تحت وقع الصدمة العنيفة إن توج نادي كايزر تشيفز، ليس تبخيسا لقيمة هذا النادي محمد ولكن للفوارق الشاسعة. أولا موتسيماني هو أدق العارفين بتفاصيل هذا الفريق، ثانيا لا قياس مع وجود الفريق على مستوى الكفاءات أو المهارات أو الخامة الفردية حتى الجماعية للنادي، وثالثا لأني ما أتوقع أن يلدغ نادي كايزر تشيفز نادي الأهلي كما لدغ الوداد، 25 حملة محمد و25 هجمة للوداد في مجموع المباراتين وأكبر نسبة استحواذ ولم تأبل الكرة أن تلج الشباك، لذلك أعتقد وأتمنى صادقا أن يكون الأهلي قد طالع شريط مباراتي الوداد وكايزر ذهابا وإيابا. أكيد أنا أقول لك وهذا من حقي وأبدي تعاطفي المطلق بل تعصبي وتطرفي في الموقف، أنا أهلاوي يوم السبت إن شاء الله الرحمن الرحيم، وأتمنى صادقا أن يعود الأهلي باللقب إلى الشقيقة مصر لأنه بلد عربي ولأنه ناد أقدر واحترمه ولأنه يضم لاعبا مغربيا وأيضا لأنه ناد تعاطف مع زميلي واخي محمد سعيد، واتمنى ان تسعد ان شاء الله يا رب بلقب عاشر يكرس هيمنه الاهلي وصدارته وريادته وغطرسته وتفوقه وتجبره على سماء الكره الافريقيه في العقد السابق والالفيه الحاليه، واعتقد هذا تخمين مني على ان الاهلي
لن يتعذب ولن يعاني، سيتوج بفارق مريح من الأهداف محمد. أنا أعتقد بأنه بإذن سيتوج الله بفارق مريح وبحصة بإذن الله. صحيحة. لست متفائلا ولا مفرطا في التفاؤل، أنا تابعت الأهلي. سأقول لك شيء محمد واعذرني على هذه الإطالة، سريعا. الأهلي خرج من قمقمه بعد مباراة سيمبا وبعد مباراة فيتا وفي مباراة سان داونز وفي مباراة نصف نهائي من الترجي. هذه النسخة القوية للأهلي. الأهلي حين كالأسد الجريح حين يكون في المحطة خروج المغلوب، فريق لا يقهر ولا يمكن التخمين بهزيمته. زميلي العزيز والإعلامي القدير منعم بالمقدم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل وعلى هذه الروح المعنوية، وكل التوفيق رب للكرة المغربية دايما خلال الفترة القادمة. كان كلام مهم جدا مع زميلي الإعلامي بالتأكيد منعم بالمقدم، وإن شاء الله الأهلي يتوج بإذن الله يوم السبت اللي جاي. المباراة صعبة جدا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.